أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد على أبواب الإجازة. تبدأ عادة حالة من التوتر داخل المنزل، فمتطلبات الأبناء بالسفر لكسر روتين الحياة الدراسية يتزامن في كثير من الأحيان مع طلبات الزوجة أيضا، وهو ما يتصادم في بعض الأحيان مع ظروف الأب والتزاماته المادية والعملية، مما يعني الدخول في دائرة الضغط النفسي والتي نتحدث عنها اليوم مع ضيفنا الكريم. إحنا معنا المحلل النفسي الدكتور هاني الغامدي. يسعد لي مساك. مساء الخير، اهلا. ليش بتضحك يا دكتور؟ لا سلامتك، انا تذكرت المشاكل اللي بتحصل على الموضوع ده. والله طب كويس. اول شيء دكتور، احنا يعني صار عندنا يعني كثير عند العوائل، مش احنا عندنا، عند العوائل بشكل عام، انه صارت الاجازه شيء جميل لكن في نفس الوقت هاجس مخيف شويه. ليه؟ لانه فيها طلبات وفيها فلوس وفيها دفع و و الى اخره، وصارت قصة الإجازة دي مرتبطة بعملية التغيير. إحنا لما نحب نغير نطلع إجازة نسافر، لما نحب نستجم نطلع إجازة نسافر، لما نحب مش عارف إيه نطلع إجازة نسافر. ليه صار التغيير عندنا؟ قبل ما أسألك ليش صار الموضوع هاجس مخيف لدى بعض العوائل، ليه صار عندنا قصة التغيير مرتبطة بالإجازة؟ طيب عظيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا ما سافرنا معناته إن إحنا ما أجزنا. وليش ما نسافر؟ كل الناس بتسافر، كل الناس، هم كل الناس دول فين أنا ما نعرف، هم وين شايفهم فين، لكنه للأسف وهذا اللي بيتكرر دائما. طبعاً تشوف كل الناس روح المطارات. هو حقيقة في مجموعة كبيرة بتسافر، يعني أصبح موضوع السفر هو من أهم المعطيات الآن لموضوع التغيير زي ما تفضلتي، وموضوع إنه إحنا نروح نغير جو وإلى آخره. بس هو الإشكالية في إنه إحنا ربطنا موضوع السفر في إنه هو ده الانترتينمنت تبعنا، هو ده الجزء الترفيهي تبعنا. واصبح اذا احنا ما سافرنا معناته احنا ما ترفهنا، معناته احنا ما انبسطنا، ما غيرنا نفسيتنا. يعني احنا حطينا هذا الامر كعنصر اساسي انه عشان انا انبسط، عشان اغير جو، عشان اطلع من دائره الفتره الماضيه من العمل او الدراسه او خلافه، اذا ما سافرنا معناته احنا عندنا اشكاليه. الادهى والامر انه كل الناس بتسافر واحنا الوحيدين اللي ما بنسافر، وهذه هي الإشكالية الكبيرة في الموضوع. كيف يعني إحنا الوحيدين ما؟ يعني إحنا كل عائلة، أنا مثلاً بوقف على كثير من الحالات، الإشكالية بأنه طب هو ليه ما يسفرنا؟ طب هو عنده المقدرة. هي العملية ما هي عملية أنه أنا عندي فلوس، هي عملية تنظيمية بشكل أو بآخر بما يرضي الطرفين الأب والأم كقائدين لهذا البيت. هو الضغوطات بتيجي من فين؟ بتيجي من الأولاد أو البنات اللي موجودين في البيت، إنه زميلاتهم بيسافروا، وإنه الأولاد أصحابه بيسافروا، وإنه الزوجة أيضا كمان صديقاتها بيسافروا، وخصوصا لو كانت الزوجة عاملة أو حتى غير العاملات. حقيقة يعني عملية السفر هذه أصبحت مرتبطة بشكل كبير في عملية إنه إذا لم نفعل هذه الفعلة فإحنا عندنا إشكالية في إنه إحنا ما انبسطنا وما صارت إجازة، ولا ترمز بإنه هي إجازة بالنسبة لنا لهذه السنة. هذه الإشكالية اللي جعلت إنه كثير من الأشخاص حط في عقله سقف معين، إذا لم يتم معنى ذلك أنه هو لم يحصل على الزهو أو على الانبساط. سقف مادي؟ سقف، لا سقف تخيلي. فهو يتخيل أنه عملية الإجازة أو عفوا السفر هي الأهم في موضوع الإجازة. السقف هذا مين اللي اخترعه؟ أنا اللي اخترعته، أنا اللي حطيته ورمزت بأنه عملية أنه إذا ما سافرنا معناته إحنا لم نحصل على الجزء الترفيهي. العقل يصدق كل ما تتخيليه، كل ما تحشيه لو جاز التعبير من أفكار، وهذا الحشو المتسارع في عملية أنه والله لازم يكون في عندنا سفر هو اللي جعل حينما لا تتم هذه الفعلة معناته أنا حتنقلب مزاجيتي، معناته أنا حفضل منكد، وحتمر الإجازة حقتنا هذه وإحنا عندنا نكادة وعندنا مشاكل، وتحصل عملية الصدام فيما بين الأب والأم مما قبل الإجازة بفترة وأثناء الإجازة ومدة بوس طبعا لمدة شهرين ثلاثة. من مين؟ من كل العائلة، لأنه في الآخر العملية ما تمت، لأنه حطوا هذا التصور هذا التخيل، والعقل الآن والنفس تريد تحقيق هذا الأمر. طب ليه ما ننظر لها بجانب أنه فعلا معهم حق دكتور؟ هي الإجازة ليست مجرد ركوب طائرة وانتقال لدولة أخرى، هي الإجازة عبارة عن تغيير وجوه، تغيير جو، تمام. طقس، تغيير شوارع، يعني يمكن هذا اللي هم يحتاجوه. يعني تغيير النفسية هل هو مرتبط بتغيير الأشكال والشوارع والطرق والثقافات و و و 100% كلامك صح، بس أهم شيء أنه ما يكون في أنا كرب أسرة علي ضاغط من الضواغط المهمة وهي عملية التمويل، عملية الفلوس.
إذا تم الأمر من خلال سلفة عن طريق البنك أو أنه أبيع شيء معين. طب ليه ما أنا أربط إجازتي بأشياء أو أني أنا أمضي إجازتي بأشياء تناسبني ماديا؟ ممتاز. إذا كان عندك المقدرة في هذه العائلة عندهم المقدرة هم يتمموا هذا الفعل بما يرضي جميع الأطراف، إحنا ما عندنا إشكالية. العملية ما هي عملية عناد، بس الإشكالية بأن الأمر بيتم من خلال أنه هناك ضواغط بتكون على الأب، فبالتالي هو لابد أنه يوفر هذا الكم من المال عشان يسافروا. ضف إلى ذلك أنه هناك سفرات لها قيمة مادية معينة، يعني السفر على دول أوروبا مثلا أو بعض الأماكن المصروف فيها ما حيكون، ما حيكون زي ما يكون مثلا دبي، مصر، دولة قريبة من الدول اللي ممكن الواحد يغير فيها جو ويحقق الهدف. الإشكالية أصبحت بأنه إحنا نبغى نرتقي لمستوى معين تقليدا للآخر، وهذا على فكرة معروف في علم النفس. على فكرة صحيح كلامك، في كثير سانوا الناس يسافروا لمجرد أني أنا رحت أوروبا، ما هو هذه مجرد أن أنا رحت أمريكا. هذه عملية يعني معروفة اسمها الانفلونس، الأشخاص لما يتأثروا بالآخر. يعني أنت اليوم لبستي ساعة معينة، فستان معين، شكل معين، كوافير معين، أنا أبغى أروح لنفس المكان اللي عجبني فيه هذا الشخص، فهو عملية التأثير. ومن هذا الباب على فكرة شركات التسويق والماركتينج بتعرف كيف أنها تضغط وتدق على هذا الوتر، بأن هي كيف تؤثر، وعارفين أنه عندهم كوتا معينة من الانفلونسرز، الناس اللي حيتأثروا بأن هم يشتروا تقليدا للآخر، وهذا باب من أبواب التسويق معروف في هذا العالم. طيب ما دكتور بالنهاية يعني في أطفال صغار كمان لازم ينبسطوا، لازم يغيروا جو وإلى آخره. طب إذا ماديات مثلا فيها ضغوطات، ما حقول من قبل الأب لأنه الأب يصرف والأم بتصرف، صحيح. فالفكرة أنه طب يعني كيف ممكن يمضوا وقت ممتع بإجازة يكون فيها فعلا بمعنى كلمة تغيير، أنه في أكتيفيتي، في عندي نشاط، فيها أكتيفيتيز، فيها نشاطات، فيها كل شيء. أنا من الأشخاص اللي أتحدث مثلا، ولست أنا القدوة، لأنه أنا كمان أحد اللي بيعانوا بشكل أو بآخر، لأنه إحنا أحيانا قد نختلف على بعض النقاط الخاصة بجزء الترفيهي. لكن أنا حريص أنه كل إجازة بناتي قبل ما يتزوجوا أنهم يكونوا موجودات في نشاط مهم يعطيهم التأثير، مثلا لغة إنجليزية أو بعض البرامج اللي هم برغبتهم وبطريقتهم، وليس أنه أنا أجبرهم على ذلك. ابني الآن أنا مدخله في برنامج لفترة الصيف، بحيث أنه هو إذا خلصت من ده، هو ما هو شوفي تتخلص منهم واحد واحد، وهذا على فكرة أمر أنا أنصح به كل أب، أنت تتخلص بهم واحد واحد، نفرقهم عشان تقدر أنت تعيش بهدوء. إذا أشركت كل شخص من هؤلاء في نشاط معين دون أن يكون متفرغ ليل نهار، نايم صاحي ياكل نايم، ما عنده أي شيء غير أنه يواجه تلفزيون على سبيل المثال، أو لا إراديا هو يبحث عن نشاط ما يقوم به، إذن أنت في إشكالية طالما أنت ما وفرت هذا الأمر. طب الأمر ده متوفر؟ نعم متوفر، حتى أنه أنا أقدر أشغل الابن والبنت بما هو خير في برامج ممتازة جدا موجودة الآن. ابحث ويبحث أو تبحث كل أم عن بعض الأمور الخاصة بالنشاطات الخاصة بالإجازة، سنجد أن هناك كثير من الأمور. برامج إيه دكتور مثلا؟ برامج على فكرة أنا عندي ابني الآن داخل في برنامج اسمه بناء القادة، حيكون اليوم على أحد القنوات موجود، وهو بدأ في هذا. وهل هذا يمكن يشبه رغبته طبعاً، رغبة السفر عنده؟ طبعا، هو مش حيشبه رغبة السفر يا خلود، هو حيحشيله عقله بما هو يعطي له الزهو، هو فقط العملية عملية أنه أنا أشغل العقل بالحق عشان أبعد عن الباطل. طب السفر باطل؟ لا ما هو باطل، أنا ما بتكلم على باطل أنه فيها ذنوب وخلاف، نتكلم أنه هل أنا على قدر أنه أستطيع أنه أنا أسفركم السنة هذه؟ هذا هو السؤال. إذا قدرت أنه أنا أسفر وعندي المقدرة المالية وعندي الوقت والإجازة أنا كأب أو أنا كأم، فما عندنا إشكالية. إذا رفضت فمعناته العملية فيها يا عناد، يا مثلا في عندهم شغلة معينة، أو من ربما له مسار تربوي معين، لكن أنه أنا يكون ما عندي المقدرة وتنقلب الإجازة هذه إلى نكادة من قبل أهم مساعد لي. أنا بلاحظ أنه في بعض الأحيان لما بتكون الإجازة هي إجازة صيفية، هي إجازة الأولاد والزوجة والكل، يعني الإجازة العائلية، فأحيانا بحس أنه أغلبهم بيرجعوا مغمومين شوية من الأولاد ومن الإزعاج، وده يبغى كذا وده دي تبغى كذا ومش عارف إيه، كلهم تضاربوا مع بعض، فبتحس أنه في لخبطة كركبة. هي العملية تحتاج أن احنا نوسع صدورنا شوية، يعني هذه فترة نحتاج أن احنا نكون مرخخين شوية أكثر ما يكون عندنا الصرامة بما لا يصل به الأمر إلى الانفلات، لأنه هذه عملية مهمة. لكن المهم في الأمر أنه يكون مرضي كافة الأطراف، بس المهم جدا أنه المساعد حقي هذه اللي هي الزوجة تكون فهمانة هذا الكونسيبت، تكون فهمانة هذه الفلسفة، لأنه لو ما كانت هي الفهمانة لهذا الأمر اللي تؤثر على الآخرين هم الأبناء والبنات، فمعنى ذلك أنه أنا سأبقى وحيدا كأب لمواجهة كل هذه الفرق، وبالتالي حتكون إجازة الله يعينه عليها. الله يعينهم. لا يعينه هو على فكرة، أنه هم متطلبين ولم يحصلوا على ما يريدونه، وهو بالنسبة له أيضا يرزق تحت ألم
حتى تقول انا ما وفرت لكم الشيء اللي انا استطيع ان انا اوفره لكم. انا عندي حل بسيط، يضحكوا عليهم ويسفروهم مكان داخلي هنا او ما اماكن شواطئ انهم يسافروا الاثنين مع بعض خلاص. وهذا على فكره مما نحن ننادي به من سنوات طويله. احنا عندنا جزئيات ترفيهيه قويه جدا بس للاسف لم تستثمر الى الان. احنا عندنا مناطق وعندنا مدن وعندنا سواحل وعندنا اماكن، وهذه حقيقه احد البرامج على احد القنوات موجود، لكن لسه دكتور يبغى لها اهتمام عشان تقدر تكون. انا عارف بس انه انا اللي احتاج انه الاقي مكان، هو فقط انا احتاج لمكان للترفيه، موجوده ولم تستثمر. هذه لو استثمرت انا على يقين بانه نسبه كبيره ممن يسافر للخارج حيصرف وقته وجهده وماله داخل هذا البلد. صحيح، يعطيك الف عافيه دكتور هاني، وشكرا تواجدك سيدتي. بارك الله فيك، والاحد القادم على خير ان شاء الله اللقاء. شكرا لك. اذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقره ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. صباح الخير يا أبي، صباح الخير يا أمي، تصبح على خير. مرحبا شباب، هلا بالبنات، السلام عليكم. وعليكم السلام، أعتذر العفو لطفا شكرا. أبشر يا عزيزي أبشر. الله 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 الله، الله على جمال، الله على لغتنا العربية. حملة سيدتي لتعزيز لغتنا العربية في حياتنا وبيوتنا. أحب لغتي العربية. في سيدتي بعد الفاصل، ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة وليس خيار.